المهرجان الدولي للكاريكاتير لإفريقيا الدورة الخامسة هذه السنة أخذ تيما ديال البيئة، الإنسان خطر على الأرض. إحنا بحال اللي كان تدقوا ناقوس الخطر، أن الأرض أنا وصلت أنها بدأت تقول لهم باستا صاصيف وصلت لواحد الدرجة، لأن هناك تغيرات مناخية، هناك جفاف، هناك فيضانات، هناك لابد أن الإنسان أنه يحمل يعني الأرض اللي هو كيتواجد فيها واللي كيخليها للأحفاد ديالو والأبناء ديالو من بعد كده. فاختارينا هذا التام لأنه موضوع الساعة في العالم كله يتكلم عن البيئة وكذا. شارك في هذه المسابقة عندنا احنا اخذنا هي نفس تقريبا كذا 70 دولة، 71 دولة شاركت في هذه المسابقة ديال لونفيرونمون للبيئة. كان هناك فائزين عاوتاني مختلفين من العالم. يبقى المهرجان هو عرس للرسامين المغاربة، وحتى نستقبل بعض الفنانين الأجانب على حسب إمكانيات المهرجان. هناك معنا كان يكون معنا الكثير من الرسامين، ولكن ظروف الأزمة العالمية اللي كيشهدها العالم الآن، التضخم وكذا، ما جعلت بعض أنه يتراجعوا ما قدروش يجيو. والمهرجان عنده صبغة عالمية، هو مشهور أكثر في الخارج أكثر من الداخل، وهو متنفس وبوفي دوكسيجين بالنسبة للرسامين المغاربة للتعارف والتلاقح وإعطاء أفكار جديدة. وإن شاء الله نمشي بالمهرجان إلى أبعد إلى الأمام إن شاء الله. نحن نفكر كثير بزاف أن المهرجان يتحول إلى دول أخرى إفريقية، هو مهرجان إفريقي ويكون هنا في دول إفريقية، وحتى يكون هو إشعاع. وبالنسبة لنا خديناه بشيء أنه ينور إفريقيا، أنها تعيش في الظلمات مثلا، يعطي واحد ضوء بسيط حتى ينير للبشرية طريقها السوي. إن شاء الله ديال هاد الأيام في متنوع، بالنسبة كاين هناك ورشات الأطفال، ورشات ديال كاين هناك ندوات مع في الجامعة ابن زهر، هناك نشاط كذلك في مدينة تيزنيت. حنا مشينا للخارج أكادير وكذا لأن نشوفوا الأماكن اللي ما فيهاش نشاط ثقافي وكذا. المهم كاين مجموعة ديال الأنشطة غادا تكون في هاد خلال هاد الثلاث أيام، وكنتمنى أن المهرجان إن شاء الله يستمر في هاد النهج هذا. وكنشكر المدعمين والإدارة ديال المهرجان أنها ما قالتش لا، ديما كانت أنها كتثق بينا وكتقول زيدوا القدام إن شاء الله.